قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. مع الأي جغران زهير ميدي زاد والله معروفين احنا أسطورة ما نعرف وش السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة ميديا ديزات خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000 5000 لايك زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري وخليونا أراءكم في التعليقات نخليكم على الفيديو خوتي. لا يا أخي هم في كل مكان فهمتي في كل مكان تلقى الخائن وتلقى الواطي وتلقى اللاعب الأحذية وكاينه واحد الحمار يتكلم كاينه واحد الحمار هنا في التعليقات يتكلم قال لك انتم دوله الكبرانات دوله لا تاريخ لها ليس لك وثيقه استقلال كاسيادك ماذا فعلت لفلسطين يا حمار الاستقلال يجيبوه رجال ما تجيبوش وثيقه احنا الاستقلال عايشين وما نسحقوهش في وثيقه فهمتي احنا عندنا سياده وطنيه احنا ما نتخذ الاجراءات والقرارات احنا اغلقنا المجال الجوي العسكري على فرنسا لما اراد الرئيس الواطي الفرنسي التطاول على الجزائريين فهمتي يا واحد الحمار والى يومنا هذا المجال الجوي مغلوق على الطائرات الحربيه والطائرات العسكريه الفرنسيه الى يومنا هذا يا واحد ماذا قدمتم انتم جبتوا اسرائيل وجبتوا امريكا وجبتوا اسبانيا اللي تنكح فيكم صبح وظهر ومغرب وعصر وعشاء وفجر واش ربحتوا هل استرجعتم شبرا من اراضيكم المزعومه واش استفدتم من التطبيع واش استفدتم من قدوم اسرائيل وقدوم اسبانيا وفرنسا وامريكا ما استرجعتوش ولا شبر من اراضيكم المزعومه مزعومة زعما أراضيكم سرقوها منكم الجزائر والشعب الصحراوي روحوا تكلموا يا أخي مع إسبانيا اللي تنكح فيكم في بلادكم الحسيمة هي على أرض مغربية مش هجزر بين في البحر نقدر نقول إنه صراع بين دولتين على جزيرة ياي في أرضكم إنها فوق أرضكم وأمهاتكم تخدم في العتالة أمهاتكم يخدمون في العتالة بعشرين يورو للنهار ولا أحد فيكم تكلم روحوا تكلموا مع إسرائيل اللي هي إسرائيل معترفة بدولة الصحراء الغربية اللي طبعتوا معاها إسرائيل اللي طبعتوا معاها معترفة بإسرائيل معترفة بالصحراء الغربية دولة ومعترفة بفلسطين دولة رغم الحرب بيناتها ومعترفين بها لو انتم واحد ما معترف بيكم في العالم واحد ما يعرفكم انتم اضحوكة العالم انتم خلقتم في الكون لتضحكوا الناس هذه الدور الرئيسي والفعال تاعكم في الـ في الـ في العالم انكم اضحوكة فهمتي كلمة انسان واطي تحوس الاستقلال يجيب وثيقة يا سبحان الله يا سبحان الله ترجي دار يحوس على الاستقلال في وثيقه ثم تجي فرنسا قبل ما تطلع تشد لنا بريد ما تقول سامحونا تفضلوا الاستقلال يا شعب حمار ما عندهمش مستوى اخي هما انت كمواطن مغربي باه نزيد نعطيك حقائق انا ناس معايا في ديار الغربه مغاربه فرين من النظام تاعهم لهنا لومبيلونس سياره الاسعاف كي تطلب المستشفى يبعثوا لك سياره الاسعاف كل ما تخلصلوش الوقود والبنزين ما يوصلكش للمستشفى اعوذ بالله يا الاسعاف عندها كل ما تخلصلوش البنزين والوقود ما يديكش للمستشفى عند السيارات تاكسي اقسم بالله وما تدفعش البنزين لسياره الاسعاف ما توديك على المستشفى وتدخل للمستشفى كل ما تدفعش فلوس والله ما يعالجوك هذه حقائق يعني المريض لما يطلع بسيارة الإسعاف دغري شفير بيشغل أهلو يدفعوا عنه البنزين ولا ما يوصلوه يوصلوه فوق الأحمر يشغل عداد الإجرة يوصلوه فوق الأحمر ويجي لهنا يتطاول على الناس وحب
هما المشكل تاعهم انهم يحبوا يوصلوا للناس فكره انهم شعب الله المختار اللي عايشين احسن من احسن من كل شعوب العالم احسن من كل شعوب العالم وهما مساكن راهم في مرض كبير انهم في 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 جحيم لا يعلمه الا الله. هما يحسبوا في يحسبوا في مواقع التواصل هذه راح تغطي فشلهم الذريع داخليا ويحبوا يرشعوا الفشل اللي عندهم داخليا في الدول الاخرى. هما تهدر مع الجزائر يقولك ما عندكمش البنان، عندكم الطوابير، ما عندكمش الحليب، ما عندكمش الزيت، ما عندكم غير الاكل والخراحه شاكم. الله يعلي مقداركم. يحكيوا غير على الاكل والمرحاض. تلموا محرومين. الزيت والسميد والمواد الاوليه راهي ازمه عالميه. هنا في اوروبا تروح تشري الزيت كل ما تلحقش الصبح العشية ما في زيت، والقرعة تاع الزيت بخمسة يورو تاع لتر، واحد لتر بخمسة يورو، وأرخص واحدة الرخيص التمن تعمل 3.20 أورو. هما بس يشوفوا أنهم هما عايشين أحسن عيشة خير من العالم كامل، وهما شعب الله المختار، وهما في فقر ذريع في فشل ذريع، هما مساكن في الحضيض عايشين ويتباهون، وهما تلموا ليس لديهم فكر، خلاص ما عندهمش ثقافه، ما عندهم. يروح يصور لك ماكدونالدز، هما يعتبروا ماكدونالدز انجاز. الناس هادم يصور لك الماكدونالدز ويقول لك شوف المغرب، الماكدونالدز عندهم انجاز، الترموي عندهم انجاز. بصح كي تروح تدير المستشفى دير كشف على العظم يقول لك ما فيش سكانير، روح ديروا عند الخاص. تجيك سيارة الإسعاف يقول لك خلص الوقود. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.